عقدت وزارة الخارجية برئاسة سعادة السفير الدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني. نعم، ياتي ذلك استعدادا لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث شارك في الاجتماعات العديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والجمعيات النسائية والجمعيات المختصة بذوي العزيمة، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض أهم توصيات التقرير الدوري الشامل وما أحرزته مملكه البحرين من تقدم في مختلف مجالات حقوق الانسان كما تمت مناقشه مشاريع الخطه الوطنيه لحقوق الانسان والتي تتضمن مشاريع متعلقه بتعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتهم في دعم وتعزيز الملف الحقوقي في مملكه البحرين